لدى استقبال سموه اليوم لعدد من أعضاء السلطة التشريعية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، أكد أن المخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تحيط بالوطن العربي تتطلب أن تتوازى معها صحوة عربية لمواجهتها. وأكد سموه أن التطورات تمضي بخطوات متسارعة ما لم يسبقها، ويتقدم عليها تعاون وتكامل واتحاد في الموقف والفعل وردة الفعل، فستكون نتائجها وخيمة على الدول والشعوب العربية. وقال سموه إن هذه التطورات تتطلب من قادة ومسؤولي دول المنطقة تكثيف اللقاءات والزيارات فيما بينهم لتوحيد الكلمة والمواقف والقرارات التي يجب أن تتخذ حيال أي خطر يهدد أمن المنطقة واستقرار دولها. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل في قصر الأقضبية صباح اليوم عددا من أعضاء مجلسي نواب الشورى، يتقدمهم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة. حيث أكد سعادة النائب عادل عبد الرحمن العسومي نيابة عن أعضاء السلطة التشريعية الذين حضروا اللقاء أن دعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعمل مجلسي النواب والشورى أساس للنجاح الذي تحقق على صعيد تجربة الديمقراطية الوطنية والعمل التشريعي في البحرين، حيث يعد هذا الدعم الركيزة الأساسية لما حققه مجلسي النواب والشورى من إنجازات منذ أن بدأ العمل التشريعي في البحرين، مشددا على أن الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء تعطي النموذج المشرق لدعم الحكومة للسلطة التشريعية لتعزيز دورها الرقابي والتشريعي. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واللقاءات بين مسؤولي الحكومة والنواب هي من أجل خدمة مصالح الوطن وتحقيق ما يتمناه المواطنون من خدمات ومنجزات تنموية، داعيا سموه إلى تكثيف اللقاءات المشتركة بين الجانبين وتفعيل ما يتم الاتفاق عليه خلال اللجان المشتركة خدمة للوطن وشعبه. وأعرب سمو رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لأعضاء مجلسي النواب والشورى على تعاونهم وتفاعلهم مع ما يطرحه المواطنون من ملاحظات عبر تفعيل أدواتهم الدستورية، مؤكدا سموه أن هذا التفاعل يسهم في وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج الحكومية التي تحقق تطلعات المواطنين. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن التوسع العمراني الحاصل والمشاريع الخدماتية التي تنفذها الحكومة جعلت من البحرين بلدا مواكبا للتطورات الحديثة بكل ما تحمله من فرص وتحديات، وهذا ما يدعو للمتابعة المستمرة من قبل المسؤولين للوقوف على ما أنجز فيها، مشيرا سموه إلى أن الحكومة تعمل دائما على تقديم التسهيلات أمام مختلف المشاريع التنموية التي تسهم في الارتقاء بحركة البحرين الاقتصادية والعمرانية.